عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم مش نحكيه على الإطاحة بشخصيات هامة جدا وكبيرة. أكدت فضيلة الخليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية أنه تم تفكيك شبكة تنشط فيها في مجال استخراج وصقل الرخام وتوريده باستعمال شركات مشبوهة منها بوكلاء سوريين بين تونس ودول أوروبية وأسيوية. وبين التخليفي أن هذه الشركة تستغل شبكات علاقات وأشخاص نافذين جدا في الدولة قصد التغطية على أعمالهم المشبوهة. ووفق تصريحاتي بطبيعة الحال فيهم هذوما بشكون ينجحوا بالأشخاص اللي موجودين في البلاد اللي عندهم سلطة باش ينجموا هما يعملوا اللي يحبوا هذوكم يخبيوا عليهم. وأشار التخليفي إلى أنه تم الاحتفاظ بثمانية أشخاص ضالعين في هذه القضية من بينهم ضابط أو ضباط ساميين من سلك الديوانة وقد أحالهم وزير الداخلية سابقا على التقاعد الوجوبي. وأضافت أنه تم حجز سيارات فاخرة تقدر ب 58 مليون دينار ومعدات استخراج الرخام وعقارات مرجحة إمكانية الإطاحة بشخصيات كبيرة وهامة جدا في سلطة الدولة. ما تنساوش لايك واشتراك تفعيل الجرس وباي باي.